معز الدين القسام من إمام مسجد إلى أحد أبرز المقاومين ضد الاحتلال البريطاني في فلسطين، تمكن بفضل قدراته في التعبئة والتوعية والتجنيد والتنظيم من إشعال ثورة 1936، أصبح رمزاً من رموز المقاومة حتى بعد استشهاده. اسمه الحقيقي محمد عز الدين بن عبد القادر بن مصطفى بن يوسف بن محمد القسام. ولد عز الدين القسام في بلدة جبلة السورية جنوب مدينة اللاذقية الساحلية عام 1882. درس على يد والده رجل الدين عبد القادر القسام الذي كان وقتها إمام مسجد المنصوري في البلدة الساحلية السورية، وحين بلغ عمره 14 عام سافر للقاهرة كي يكمل دراسته في الأزهر الشريف. وبعد فترة من الزمن وفي عام 1906 عاد إلى بلدة جبلة السورية وكان يدرس في كتاب والده في جبلة، ثم أصبح إماماً وخطيباً في مسجد إبراهيم بن أدهم. وحين غزا الجيش الإيطالي ليبيا عام 1911 صعد الشيخ القسام إلى منبر مسجد المنصوري داعياً إلى الجهاد، وبسرعة كبيرة قام بتجنيد عشرات الشباب للقتال في طرابلس بقيادة رجل دين دمشقي اسمه الشيخ عبد القادر كيوان، والذي قتل على يد القوات الفرنسية بعد دخولها سوريا عام 1920. شكل القسام مجموعة مسلحة صغيرة لمحاربة الفرنسيين بعد احتلالهم سوريا، وانضم لمجموعة عمر البطار التي كانت تقوم بعمليات عسكرية ضد قوات الاستعمار الفرنسي في جبال صهيون منذ عام 1919 حتى عام 1921 في محافظة اللاذقية. وبعد أشهر من فرض الانتداب الفرنسي على سوريا صدرت مذكرة اعتقال لعز الدين القسام، وقرر أن يهرب لحيفا عن طريق بيروت. واستقر عز الدين القسام في مسجد الاستقلال في الحي القديم في حيفا، المسجد الذي كان وقتها يؤوي الفلاحين الفقراء الذين نزحوا من قراهم بسبب الأوضاع الاقتصادية. كان القسام يعطي دروساً للفلاحين في المسجد ليلاً ويحاول محو الأمية التي كانت منتشرة بينهم. وانضم القسام للمدرسة الإسلامية في حيفا، وبعدها انضم لجمعية الشبان المسلمين وأصبح رئيساً للجمعية عام 1926. وبعدها دخل المحكمة الشرعية، وكان يرأسها وقت تأسيسها جماعة تسمى الشباب المسلمين في فلسطين. وقبل ما يدعو القسام لحمل السلاح، ظهرت مجموعات مسلحة تشن عمليات عسكرية ضد المنشآت البريطانية واليهودية في فلسطين اسمها الكف الأخضر بزعامة أحمد طافش. واستفاد القسام من تجربة جماعة الكف الأخضر لدرجة أنه استعان ببعض أفرادها لتشكيل خلايا نائمة وناشطة في مدن وبلدات متعددة، وحمل التنظيم الجديد اسم الكف الأسود. وكانت أول عملية يتم تنفيذها عام 1931، خاصة أنه كانت الهجرة اليهودية في فلسطين تزيد بشكل كبير، وارتفع عدد اليهود في فلسطين من 175 ألفاً عام 1931 إلى أكثر من 355 ألفاً عام 1935. كانت استراتيجية التنظيم تنفيذ عمليات ضد الأهداف اليهودية والبريطانية متباعدة زمنياً ومكانياً، أي يقوم مرة بعملية في الصيف وأخرى في الشتاء. وفي عام 1935 أعلن القسام في خطبة علنية في جامع الاستقلال عن بدء العمل العسكري ضد القوات البريطانية، وتوجه القسام مع 11 شخصاً من أتباعه لقرية يعبد بين مدينتي جنين ونابلس. واكتشفت القوات البريطانية مكان المجموعة وتوجهت قوة كبيرة لهناك وحصرتهم، ودارت بين الجانبين معركة غير متكافئة، واستمرت هذه المعركة أكثر من 6 ساعات. واستشهد القسام في الاشتباكات يوم 20 نوفمبر عام 1935، لكنه ظل رمزا للمقاومة الفلسطينية بعد استشهاده.